حسبي الله ونعم الوكيل فيها. الله لا تربح ولا تختم عليه، الله لا تربح ولا تختم عليه. يا رب يا رب يخذ الحق في هالمجرم. يا الله يا علي يا قدير أن تجيب عليه جميع الدوات. الفرس ماتت، البقرات ماتوا، ما خلى ليش قعدت حازه، يعني الحوج مضروب، المحلات كلها مضروبات، يعني صراحه ما فيش حتى عاد تبي فوق من 700 و800 الف غير تصليح. انا اقول لك الحق صراحه ما الله غالب، الله غالب، الله غالب، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما عندي ما منقول، الله ربي ياخذ الحق، ربي ياخذ الحق ان شاء الله. ها تمام الله غالب شيء تريفة شوية ما هو طاقتي ما فيش هذي حتى الكوشة ما سميت منها بصح والله حتى الكوشة ما سميت منها هذه واحدة وهذه اثنين وهذه ثلاثة افتح يا خير شوف الدنازات كيف تكسر الدنيا دي شوف اللي. شوف فيه بضاعة والله يفوق يا ستة يا سبعة لحتى حالة كل حسبي الله غير سنة لي سنة مع الوفاق ولا يمكن قالوا لي كلمة ولا حاجة يا اخي يقولوا لي بارك الله فيك يقولوا لي بكتب نفساتك حاجه بكتب مية بكتب دواء بكتب بحاجه الله يخلف عليهم وخاصه المصاريف الله ان شاء الله ربي ينصرهم على هالجيفه ان شاء الله ربي ينصرهم